بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الجود في رمضان من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، النعمة بالمال، وهي نعمة يتلمسها الإنسان في حياته في كل لحظة. إذا كان حاصلاً على المال فإنه يتلمس هذه النعمة ويعرف قيمتها، وإذا فقدها عرف قيمتها بنوع أشد. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة: ووجدك عائلا فأغنى. وحصول الإنسان على المال ونعمة الله سبحانه وتعالى عليه به تستوجب عليه الشكر، وكتب الله سبحانه وتعالى عليه فيه حقوقا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأما السائل فلا تنهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان فيما أوصاه أن يقول لأهل اليمن: وأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ومن أنواع الجود الجود بالمال والجود بالصدقة، وألزم ما تكون هذه الصدقة أن تكون الصدقة واجبة، وهي زكاة المال التي افترضها الله سبحانه وتعالى في مال المسلم إذا كانت تجب عليه. الصدقة أيها الأخيار تطفئ غضب الرب، الصدقة أيها الأخيار تطفئ غضب الرب، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة تطفئ غضب الرب. الصدقة ستر للإنسان من النار يوم القيامة. وصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة. الصدقة تدفع عن باذلها حر القبر، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور. وأعظم فضل للصدقة أن صاحبها يستحق ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم الذي يصب العرق من الناس صبة، في ذلك الموقف العصيب بمقدار 50,000 سنة اليوم الواحد فيه، يستحق المتصدق والباذل من ماله بالمعروف ذلك الظل. يقول صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمن يستظل يوم القيامة في ظل صدقته. الصدقة أيها الأخيار حفظ للمال وتحصين له ونماء وبركة فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. بل يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الصدقة أيها الأخيار حصن للإنسان من المصائب والبلايا والأمراض، يقول عليه الصلاة والسلام: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع عنها به أنواع البلاء. هذه الصدقة أيها الأخيار تدفع عن الإنسان المصائب والبلايا والأمراض والشرور، وهي تحصين لماله وبركة فيه، فضلا عن الثواب العظيم والأجر الكبير الذي يحصل للإنسان بسببها يوم القيامة. وهذا الشهر أيها الكرام هو شهر الإحسان، شهر البذل، شهر الصدقة، في صدقة الفطر، وفي إفطار الصائم، وفي بذل الخير للجيران وللأقارب، لا سيما الأقربون. جعلني الله وإياكم من المتعبدين لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، ومن الذين يجودون بأموالهم
وأنفسهم في سبيله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.